اخيرا اي او اس 14 نزل، ومن ساعه ما قلت لكم ان انا نزلته على موبايلي وبشارككم بالستوريز بتاعته على انستغرام، واكتر سؤال بتساله تقريبا هو ازاي ننزله على موبايلاتنا احنا كمان، بما ان انت لما تخش في سيتنجز مش هتلاقيه موجود على طول. الفيديو دوت انا هشرح لك ازاي تنزله بكل سهوله عندك جدا، بدون مشاكل، بدون تهنيج، بدون ما تدفع فلوس، بدون اي حاجه. ولكن لو عايز تعرف مميزاته اكتر، هو اهم مميزاته طبعا ان هم اضافوا الويدجتس الجديده ديت اللي احنا كنا مستنيينها بقالنا فتره طويله، وفكره كمان ان المكالمات بقت ما بتاخدش الشاشه كامله، بقت تظهر بس في حته فوق كده نوتيفيكيشن فوق زي ما كان نفسنا يحصل من زمان. لكن لو عايز تعرف التفاصيل الكامله بتاعه المميزات الجديده والحاجات اللي نزلت جديد، ففي فيديو انا عملته مخصوص بتكلم فيه عن الموضوع دوت. وطبعا بقى لو حابب تعرف رايي في الاي او اس 14 بعد ما جربته انا شخصيا وبعد ما بقيت استعمله بشكل يومي، اقول لكم هو مستقر ولا لا، ايه العيوب بتاعته، فما تنساش طبعا تدوس على زر سبسكرايب علشان دوت هيكون الفيديو الجاي ان شاء الله. اما دلوقتي خلينا نخش في الموضوع على طول ونشرح ازاي تحمله على الايفون بتاعك على طول بدون ديفلوبر اكاونت. اول حاجه، التحديث دوت موجود لنفس الموبايلات اللي نزل لها الاي او اس 13. اي موبايل اعلى من الايفون 6 اس هيمشي عليه نفس الكلام اللي انا بقوله في الفيديو، سواء ال 6 اس العادي، ال 6 اس بلس، ال 7، ال 7 بلس، ال 8، ال 8 بلس، وطبعا الاكس او ال 10 وال 10R وال 10S وال 10S ماكس وال 11 وال 11 برو وال 11 برو ماكس، وحتى الايفون اس اي. لو انت معاك اي موبايل من الموبايلات الكتيره اللي انا قلتها ديت دلوقتي، فانت التحديث هيشتغل عندك. لو عندك موبايل اقدم من كده للاسف، فلو انت معاك اي موبايل من اللي انا قلتهم دول كلهم يبقى هيشتغل عندك بدون مشاكل. اول حاجه هتخش تجيب البيتا بروفايل، هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الحجم دوت ملف صغير جدا، مش هيأثر على الباقه بتاعتك باي شكل، لان هو دوت مش تحديث الاي او اس 14 نفسه. هتحمله عندك على موبايلك، والمفروض ان هو هيعمل انستول على طول. لو ما عملش انستول عندك، فنزله على اي موبايل تاني وبعته لموبايلك، هتلاقيه عمل انستول اوتوماتيكلي. دي كانت بتحصل معايا كده، ان هو ما يتعرفش على طول بمجرد ما ينزل. بعديها على كلمه جنرال، وبعديها على بروفايلز. هتعمل له انستول او هتعمل له اثرايز الكلمه اللي ظاهره عندك. هو كده انت مجرد بتعرف ابل ان انت عايز يوصل لك التحديث بتاع الاي او اس 14. بعديها بتعمل ريستارت لموبايلك، هتخش على السيتنجز وهتخش على السوفت وير ابديت، هتلاقي بقى متاح عندك ان انت تعمل احدث ابديت موجود. الموضوع هو هو بالظبط على الايباد او اس، ولكن بتحمل ملف مختلف، هسيبه لكم برده في الديسكربشن. الطريقه ديت سيمبل جدا، مضمونه ان هي تشتغل 100%، ولكن خليني اوضح لك هو ليه احنا بنعمل كده، مش موجود على طول التحديث في السوفت وير ابديت بدون ما تعمل الكلام ده كله. الفكره ان الاي او اس 14 دوت تحديث لسه نازل جديد، فهو لسه مش متاح للناس كلها، هيبقى متاح للناس كلها في شهر 9. في شهر 9 بقى لسه سبتمبر، بعد ما يعلنوا عن الايفون 12 الجديد، هتلاقي ان بقى تقدر تنزله عادي. انما دلوقتي هو في مرحله اسمها مرحله البيتا، بتكون مقسومه لنصين، بابليك بيتا، بيتا للناس عامه، وديت لسه ما ابتدتش، المفروض ان هي تبتدي مع شهر يوليو، وديفلوبر بيتا، نسخه بيتا بتكون مخصصه للمطورين. المفروض ان نسخ البيتا بتكون مش كامله، بتكون فيها تعديلات بتحصل بعد كده، ممكن تظهر معاك مشاكل بسيطه في الموبايل، بس هي مش مشاكل كبيره لدرجه ان هي تبوظ الموبايل نفسه. الموبايل عموما شغال معايا كويس جدا وقادر اعتمد عليه لحد دلوقتي. انا بجربه بقالي 3 ايام وما ظهرش اي مشكله، البطاريه ممتازه، الاداء زي ما هو. ممكن مثلا اللخبطه اللي تحصل معاك او الباج اللي تظهر معاك، ان الويدجت بتاعت الميوزك اللي انا حاططها عندي فوق ديت مثلا دلوقتي، بدل ما تظهر لك اخر اغنيه انت شغلتها تظهر الاغنيه اللي قبلها. ممكن الويدجت بتاعت السكرين تايم ما تحدثش نفسها على طول، لو انت قاعد مثلا ماسك الموبايل بقالك 3 ساعات تظهر لك ان انت ماسكها بقاله ساعتين بس. شويه مشاكل بسيطه كده في الحاجات الجديده اللي هي المميزات الجديده. انما بالنسبه لاستقرار الحاجات اللي كانت موجوده طول عمرها قبل كده في الاي او اس 13، فهي مستقره هنا برده، ما ظهرتش معايا اي مشاكل فيها. مش بيخرج مثلا من الابلكيشنز، مش بيهنج معايا، مش بيعلق. ممكن مرة واحدة بس في خلال 3 ايام دول حسيت ان الكيبورد وقف معايا سيكة كده صغيرة، بس دي كانت بتحصل اصلا قبل كده عادي. وبس كده، لو عندك اي سؤال متعلق بالاي او اس 14 سيبهولي في الكومنتات واحاول ارد على اكبر قدر ممكن من الناس. وطبعا دوس على زر سبسكرايب علشان في حاجات كتيرة جدا هشارككم بيها في الفيديو الجديد بتاع الاي او اس 14 وتجربتي معاه، سواء مميزاته او عيوبه. وفي حاجات لاحظت ان في ناس كتيره ما ذكرتهاش، فمهم ان انتوا تتفرجوا على الفيديو دوت. وبس كده، كالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK Review، استني في الفيديو الجاي.